القرار التي صار بي من طرف مراديين في الجهة باش يقولوا لي راهم وصلوا وانا نتابع في من اللي غادروا لسيدي بوزيد وانا في بالي بهم ونتابع في تحرك التعم وننتظر فيها. وهذاك علاش اليوم ما انتقلتش لتونس لاني حبيت ان نكون موجود وقت اللي هم هذا موجودين في رفجية القروان باش نقدم اللي نجم نقدمه كمناضل لرابطي وكإنسان يحترم شباب هذايا وحقه في العيش الكريم وحقه في انه يناضل في سبيل تحقيق مطالب. يا جهوي التنميه في سيدي بوزيد مش معمول ونحكوا على التنميه. الناس هذه ما تحبش تعمل مجلس جهوي. النيابه الخصوصيه مش معموله. يا بنتي نحن تو نتحدثوا على اراده سياسيه، ما فهمش اراده سياسيه. سيدي بوزيد ما زاد حد شيء. الحاجه الوحيده اللي زادتها اللي هي الحظاير، والحظاير ياخذوا بها مش الناس الصوام، مش الناس الفقراء. أقول لك حاجة، شهداء الثورة فما ناس يخدموا في الولاية مقيدين أولادهم وبناتهم من جرح الثورة أكثر من هكا. فما شكون في الأمن؟ شكون في الأمن؟ ما خد فلوس بتاع جرح الثورة، واللي جرح الثورة اللي نعرفهم أنا فهمتي مخلوق وين فهمتي. نجت الولاية دخلت الولاية مرة سبت الطلب حقي وقفوا لي التيتر، ما عملت حاجة تعدل التيتر وشنو هضم جرب وضعه فيش هي الله أعلم. لا كلمت ولا كلمت. اليوم أختي المشكلة مش مشكلة سيدي بوزيد، المشكلة اليوم مشكلة تونس، بن عروس، جابس، صفاقس، الناس كل الجمهورية حتى المناطق الساحلية. أنا نعرف المناطق الساحلية تشر بتاع المهدية وتشر بتاع سوسة ما وصلتش حالتها تعيش. المضامين الاجتماعية اللي انطلقت من أجلها الثورة ما تحققتش. أنا كمسؤول عضو الاتحاد الجهوي للشباب القروي جيت لدعم هذه المسيرة، هذا التحرك، دعم لوجستي مادي بالأساس. للأسف كنا نأمل أنه يكون معناها دعم أفضل وخير. لهذا السبب جينا جبنا معناها جهاز صحي طبيب جاء يحب يتبع الحالة الصحية متاع الشباب هذا، ومش نواصلوا نتابعوا تحركهم حتى ليوصلوا لتونس. حسب رايك احنا نعرفوا توا انه الحكومه الجديده مش تقدم المشروع تاعها، البروجرام تاعها جديد، بروجرام بروفيزوار، حكومه بروفيزوار، وما تنجمش تحل المشاكل معناتها كي غير تخطينا ال 100 يوم. دونك ما تصورش انه الصعود تاعهم توا معناتها ما ينجم يكون معناتها بعض الناس باش يقولوا معناتها ما حقهم استناو كي غير الحكومه كي غير خدمت البروجرام الحلول مازالت ما هو اذا كان الحكومه تقدم برنامج معنيش ان الناس اولا البرنامج الناس تناقشوا من حقها الناس تناقشوا وتشوف النقائص نتاعو هذا شيء. والحاجه الثانيه هو انه من حق الناس هذوما انه حتى ولو قدمت الحكومه البرنامج انه يواصلوا في النضال من اجل تحقيق مطالب وهذا حق مشروع. والحاجه الثالثه هو انه أنا نشوف كمواطن تو أنا نحدث فيك أنه ثم مشكلة نتاع تواصل بين الحكومة هذه وبين المواطنين باش تعبر تقول أنا راه في الجهة هذه عندي برنامج كذا وراهو مش نوصل الجهة هذه باش توصل للتوازن الجهوي المطلوب راني مش نعمل كذا مش نعمل كذا. فأنا أرى أنه مشكلة التواصل حتى بين الحكومة وبين المواطنين سواء كان في الجهة الداخلية وفي الجهات الأخرى مازال معناها مش موجود بل مفقود تماما. فمن حق الناس أنها تناضل من أجل أن تشوف البرنامج الحقيقي الحكومي، واذا كان ثم معناها امكانيه تحقيق البرنامج هذا فيا حبذا. لحد الان ما ريناش برامج اللي تنجم تلبي متطلبات الجهه.